بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زيكم كباتن اوبر وكريم، عاملين ايه النهاردة؟ بإذن الله فيديو سريع كده عن اندرايفر. بصراحة يعني كل مرة بتسوق اكتر من المرة اللي قبلها، يعني المفروض شركة جديدة تحاول تظبط الدنيا مع الكباتن عشان الكباتن يقفوا معاها ويشتغلوا شغل كويس والدنيا زي الفل. لا، الشركة دي يعني بصراحة بقت رخمة جدا. امبارح حصل معايا موقف ان في عميل محدد مشوار في مسافة قريبة داخل التجمع وراح مشوار، يعني هو محدد غلط، بيقول لي لا اصل انا حددت حاجه قريبه وخلاص. قلت له حاجه قريبه وخلاص؟ انت متفق على سعر شغل ان درايفر ده نظام سعر محدد، فازاي وداني مشوار بعدها ب 4 كيلو ولما طلبته بفلوس اكتر يعمل فيها شكوى والشركه تقول لي ايه عملت كده تاني هتاخد بلوك. المهم يعني فبشرح للشركه انا العميل كان رايح مكان تاني وهو محدد اي مكان وخلاص، يقول لي لا اصل بص انت لو حصل معاك كده. انا قلت اعمل الفيديو ده عشان خاطر الناس اللي بتقع في نفس المشكله دي، يعني انت لما يجي لك رحلة ايا كانت تبع ان درايفر خدتها وخلاص مفيش مشكلة، حاول تتأكد من العميل ان المكان اللي هو رايحه مظبوط ولا لا، عشان في ناس بتستعبط كتير وفي ناس فاكرة نفسها راكبة مثلا مع اوبر ولا كريم يقول لك ده يتحسب والكلام ده. لا، هو انت لازم تعرف العميل ان المسافة الزيادة مش هتتحسب، وتتأكد ان المسافة اللي رايحها العميل يعني سليمه 100% والدنيا مظبوطه وزي الفل، عشان خاطر ما تقعش في نفس المشكله اللي انا وقعت فيها وبعد كده يبعتوا لك رساله يقول لك انت لو عملت كده تاني هتاخد بلوك. طب انتوا يا جماعه، انا بعت لهم في الرساله، طب انتوا يا جماعه انا دلوقتي العميل محدد غلط، المكان غلط، قال لي لا لازم تتفق قبلها، ولو العميل مش رايح نفس المكان خليه يلغي ويعمل رحله تانية. طب انا ايه ذنبي في القصه دي؟ يعني حاجه بقت زباله جدا، يعني شركه جايه وعامله نظام مزادات و50 واحد يخش ومش عارف ايه، يعني انتوا لسه جايين المفروض تحاولوا تظبطوا الدنيا وتحاولوا تكونوا كويسين مع الكباتن مع الدنيا كلها، لكن انتوا بتيجوا في مصلحه العميل على مصلحه الكابتن. طب احنا ايه ذنبنا في القصه دي؟ انتوا عاوزين تراضوا العميل وعمالين تعملوا مش عارف تنزلوا السعر على الاخر مش عارف وتعملوا ايه وتعملوا ايه وتنزلوا اعلانات في كل حته، عاملين اعلانات وجايين وما بتاخدوش نسبه، ما فيش مشكله، هو كده كده المشاوير بتاعتكم تعبانه، مش قصة نسبة ولا قصة أي حاجة. فكمان بعد ده كله تيجي تقول لك لو أنت مش عارف قلت للعميل أنت المكان اللي أنت رايحه مش هو وتاخد فلوس زيادة يبقى أنت كده تعمل لك بلوك. طب أنتوا يعني أنتوا جايين تعملوا إيه بالظبط؟ أنتوا جايين ببرنامج غلط وشغل غلط وكل حاجة غلط. الله أعلم بقى أنتوا جايين عمالين تصرفوا يمين وشمال على الإعلانات، فلوس دي جايبينها منين؟ الله أعلم، مالناش دعوة بالقصة دي، بس أنتوا لازم تظبطوا الدنيا مع العميل ومع الكابتن عشان الموضوع ده وحش جدا. يعني ولسه النهارده الصبح جاي لي مشوار، بصوا المشوار ده كده ايه، المشوار الزباله ده، تمام؟ انا في مدينتي فجاي لي مشوار من مدينتي تمام لغايه التجمع الاول، تمام؟ المشوار ده عامل 29 كيلو بالظبط اهو، تمام؟ 29 كيلو، حاطط لي ايه؟ العميل حاطط لي 11 جنيه والاختيارات الثانيه 13 و15 و17. مين المغفل اللي هيروح مشوار 29 كيلو ب 17 ولا ب 11 جنيه؟ ده انتوا شويه، يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، يعني احنا عمالين نشتكي من اوبر وزفت اوبر وطين اوبر، تيجوا انتوا تطينوها اكتر من اوبر؟ ده انتوا شكلكم هتطلعوا ألعن وألعن وألعن، ده والله العظيم ربنا مبتلينا بالشركات اللي هي يعني جايه من تحت السلم دي. يلا ربنا يسترها. شيروا الفيديو بقى عشان الناس كلها تشوفه، وربنا معانا لنا الله.